مباشر عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي سي نبيل حمروني. سي نبيل صباح النور ومرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بالفريق العام الجوان فام والى مستمعيك الكرام. شكرا جزيلا، مرحبا بك، يعطيك الصحة على قبول دعوتنا. هذا القرار هو أحد الجانب ومسقط هكا اعتبرتوه قرار وزير التربية وتصريح وزير التربية، ومازال تصريح ربما لأنه تو فمش قرار رسمي في هذا الموضوع. بالنسبة لكم هل هو رفض تماما لأنه نرجع لنظام الأفواج، أم أنه هات نقعد ونحكي ونشوفوا مع السيناريوهات المطروحة على مستوى العودة المدرسية ومن بعد نقرروا؟ بالضبط، أنا نحب نأكد في البداية على أنه رأي المسألة مش مرتبطة بالرفض الكلي من طرف الجامعة العامة للتعليم الثانوي. اللي احنا تعاملنا معاه هو التصريح اللي هو يفترض أنه ما يقومش به، أولا هو تصريح إعلامي ما هوش ناتج على بلاغ رسمي من وزارة التربية، أو هو نتاج لجلسة تفاوض وحوار مع الأطراف الاجتماعية. تعلمين جيدا ويعلم جميع المستمعين أنه قرار الذي بموجبه وقع اتخاذ في علاقة نظام الأفواج أملته معناها ظروف وبائية وانتشار العدوى في ظهور تلميذ الصف الإطار التربوي، بالتالي اتخذنا القرار بعد التشاور مع من وزارة التربية والأطراف المتداخلة من وزارة الصحة، ووقع إقرار معناها نظام الأفواج من أجل التخفيف من العدوى وانتشار العدوى، وأقسام تبدأ مخففة من العدد نتاعها من تكون الإصابة، وقدرنا باش ننجحوا السنة الدراسية بأقل ضرر ممكن. أول حاجة، ثاني حاجة راهو لا إحنا يا جامعة عامة للتعليم الثانوي لا وزير التربية له الصلاحية لاتخاذ قرار من النوع هذا. احنا رانا نعمل بالعلم وراه فما لجنة علمية اللي هي مسؤولة على تقييم الوضع الوبائي، لأن احنا نعتقد لأنه ما زالت الأسباب اللي بمقتضاها وقع معناها إقرار نظام الأفواج قائمة بالذات. إذا كان ثم تحسن في الوضع الوبائي هذه تقر اللجنة العلمية ونحن سوف نمتثل له، وكعلاش رأي المسألة ماهيش معناها رفض للرفض بل انطلاقا من التقييمات. هذا المسألة الثالثة وهي نفسه مهمة جدا، هو قبل ما ناخذ احنا قرار نتاع عودة لنظام الأفواج على التجاوز جيتو معناها نظام الأفواج، كان يفترض أن ناخذ جملة من الإجراءات معناها الاستباقية الاستثنائية التبادل الخاصة في علاقة بتعميم التلقيح على الإطار التربوي. تعلمون جيدا أن نسبة التلقيح لا يوصل 50% من الإطار التربوي، كيف التعميم معناها التلقيح للكلام على الأقل الإعدادي والثانوي. هل هو رفض نعرفوا تلقيح موجودة بالنسبة للإطار التربوية والناس كل تنجم مع تسارت حتى أيام مفتوحة من 18 ل 39 سنة ومن 40 فما فوق، هل هو رفض من الإطارات التربوية أنه تتلقى التلقيح؟ يعني فماش هوني ربما حملات تحسيسية للإطار التربوي حتى أنهم يقبلوا على أنهم ياخذوا تلقيح؟ ربما هذا دوركم أنتم زاد السي نبيل كجامعة عامة للتعليم الثانوي في دعوة الإطار التربوي وأهم تحسيسهم بأهمية أنهم يأخذوا التلقيح ضد فيروس كورونا. بالعكس، احنا كجامعة عامة من ثانوي معناها في كل يوم نعمل دعوات من المنظرين باش يقبلوا على التلقيح. بالعكس المؤسسة التربوية في الحملة الأولى والحملة الثانية هي اللي تحدد معناها، هي اللي قامت بعملية معناها تطعيم معناها في علاقة بالحملة الوطنية. بالعكس احنا حريصين كل الحرص على انه معناها الاطار التربوي يتلقى من التلقيح باش يقع منها تامين معناها عوده معناها دراسيه ناجحه وامنه للجميع. هذه حاجه. الحاجه الثانيه وانا اتساءل معناها نقرا فيها معناها الدكتوره مختصه في الامراض هذه كانت تقول لانه هناك امكانيه لموجة رابعة وذروتها تكون في شهر أكتوبر. احنا إذا كان نفذ قرار بإلغاء نظام الأفواج ينبعث في أكتوبر شو نعمل؟ وكعلاش احنا رانا طالبين من السيد وزير التربية تحديد جلسة عمل معناها في أقرب فرصة ممكنة من أجل التداول والتطارح الموضوع هذا، سواء كان تعلق بنظام الأفواج أو في علاقة معها بالزمن المدرسي ككل، وفي كذلك منها في علاقة بالوضع منها التربوي سواء كان في علاقة بالتلاميذ أو في علاقة بمنها الأساتذة. علاش نعتقد لأنه راهو التصريح هذا هو تصريح مسقط وهو تصريح أحادي الجانب ولم يقع استشارة
الطرف الاجتماعي. نحن ناس مسؤولين، نحن ناس جادين في العمل نتاعنا، ونحن كذلك حريصين كل الحرص على تأمين من يعود من المفيد. دونك نعتقد بأنه الجلوس حول طاولة المفاوضات هو الشكل الوحيد اللي ساهم على الأقل معناها في بل ورد التصورات، وعندنا كجامعة عمل تصورات فهمت، وعندنا مقترحات طرحناها في اجتماعنا الأخير، ولكن أن قادرين باش نفيدوا بها وقادرين باش نوفروا كل الشروط الموضوعية لإنجاح سنة دراسية عادية وآمنة للجميع. إذا أقرت اللجنة العلمية مواصلة العمل بنظام الأفواج سيد نبيل حمروني، هل ستخضع جامعة التعليم الثانوي لهذا القرار؟ هل ستطبقه؟ بطبيعة الحال لأن اللجنة العلمية هي المؤهلة الوحيدة لمعرفة الوضع الوبائي، ونحن سوف نمتثل لأي قرار يقع اتخاذه من طرف اللجنة العلمية، لا الجامعة العامة التعليم الثانوي ولا سيد الوزير له الصلاحية لاتخاذ قرار منعه. اللجنة العلمية تقدر الوضع الوبائي وهي معناها الجهة العلمية الوحيدة اللي تنجم تفهم اليوم الظرف الوبائي ككل، وماذا خاصة أن اليوم راهو السلولات قاعدة معناها تتحور، وخاصة كذلك لأنه معناها ولدت نفس الشريحة اللي هما معناها أقل معناها درجة من عمرية من اللي كانت نفسها من قبل. هكا علاش اللجنة العلمية هي المؤهلة لاتخاذ قرار اللي احنا باش نمتثلوا له وباش نلتزموا به وباش ننفذوه في مستقبل الأيام. نعرفوا علاقة الأستاذ بالتلميذ سي نبيل حمروني علاقة كبيرة وعلاقة وطيدة، هل سيكون للأساتذة دور في تحسيس التلاميذ بأهمية الإقبال على التلقيح ضد فيروس كورونا؟ بطبيعة الحال احنا نعتبروا أن التلميذ هو محور عملية التربوية، ونعتبروهم أبنائنا، لأن يعني ما تنساش أنه الأساتذة راهم معظم من الأساتذة عندهم كليندات يقراوا في المؤسسات التربوية، وتعرف اللي عن الزمان معناها ونص معناها تلميذ موزعين بين الابتدائي والإعدادي والثانوي. بالعكس احنا حريصين كل الحرص على حماية أبنائنا التلاميذ، واحنا نعتبروا أنه ما يمكنش اتخاذ قرار فيه مجازفة فيه من العبد بحياة وأرواح من أبنائنا التلاميذ. هكا ليش نحن حريصين كل الحرص من أجل تأمين التلقيح وتوفير كل الظروف الناجحة من أجل عودة مدرسية تكون فيها، على خاطر احنا رفعنا شعار قبل قلنا التعليم أولا من بعد الصحة، بعدين قلنا راو الصحة وحياة البشر من أولى ومن أولويات الكبرى التي يجب أن نركز عليها. شكرا جزيلا سيد نبيل الحمروني عضو نقابة العامة عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي، يعطيك صحة. شكرا لك على جملة الإيضاحات اللي قدمتها في خصوص نظام الأفواج.